صباح الخير خليل وهاني وهدى وكل المشاهدين. اليوم رح نحكي عن أحد أهم إنتاجات شاهد الأصلية، مسلسل خارج السيطرة أو Into the Dark، واللي بيجمع بين الرعب والإثارة والتشويق. المسلسل مؤلف من 6 حلقات منفصلة بتحكي كل منها قصة رعب مخيفة في قالب فيلم تلفزيوني، لكن كل قصص الرعب بيجمع بينها قاسم مشترك، وكلها بتحدث بما يفترض أنه يكون مناسبة سارة أو عطلة جميلة. بيجمع المسلسل أهم نجوم الشاشة مثل عبد المحسن النمر، تركي اليوسف، الفنانة وعد، حسن الرداد، سوسن بدر وغيرهم الكتير، وبينعرض منه كل سبت حلقة جديدة. السبت الماضي نزلت الحلقة الثالثة بعنوان سنة جديدة أنت جديدة، وبتحكي عن صديقات بيجتمعوا للاحتفال بالسنة الجديدة، لكن بعد مرور ساعات تتحول هالاحتفالية لرعب وإثارة وانتقام. خلينا نتابع. الليلة بنتنا بنكون مرة مبسوطين لأنها هنستاهل. بجد ذكرياتنا كلها في البيت ده. بلك حياتك اللي بنيتيها على أكاديمية. أنت مش مجنونة غير. أنت نفسك تكوني أنا. إحنا لازم نخرج من البيت ده. لنحكي أكثر عن هالحلقة من المسلسل معنا المخرج محمد وفا. بداية ألف مبروك يا محمد على الحلقة، تابعتها وعجبتني، فيها كتير عناصر فنية حلوة كتير مثل القصة والنص والحوار والإضاءة وبالذات الحوار كان مدروس وحلو جدا. بهنيك على العمل، أيضا بهني زوجتك يارا بطلة العمل. الله يبارك فيكي، شكرا. بالعكس يعني I'm honored أن أسمع أنها عجبتك، شكرا، والله يبارك فيكي بالنيابة عني وعن يارا، شكرا. عن جد الحلقة عاملة أصداء كتير حلوة على السوشيال ميديا. بداية احكي لنا عن تجربة إخراج فيلم تلفزيوني ومع شاهد. هاي تجربتك الأولى كفيلم تلفزيوني، مظبوط؟ مظبوط، صحيح. وبمناسبة نجاح الحلقة الحمد لله اليوم بعثوا لي في مصر أنها من توب 10 على شاهد. مبروك. بالعكس يعني الله يبارك فيكي، وإن شاء الله قبل ما تصير توب 10 في بلاد ثانية غير مصر بما يا رب. فيلم تلفزيوني هو actually الحين المسلسلات كلها في البلاتفورمز قاعدة تروح لناحية أنه تكون كلها تشتغل بشكل سينمائي، لأنه صار التركيز على الـ 8 episodes والعشر حلقات، فكلنا كصناع قاعدين نحاول أنه نركز فيها، أنه نطلع حتى المسلسلات القصيرة اللي هي غير 30 حلقة تكون بشكل سينمائي. فكانت المعاملة فيها الحلقة بالعكس، أنه أهم شيء عندنا الجودة، ونحاول نعمل فيلم لأنه حيطلع على شاشة السينما، يكون مشدود، يكون الأحداث فيه إن الناس دائماً تبغى تكمل، تبغى تعرف إيش حيصير. حاولت قد ما أقدر أنه في الأدت في المونتاج أخلي الأحداث تكون متسارعة أكثر، يعني عملت كذا درافت وبعدين رجعت at the final عشان تشد الناس يعني. واضح رب جداً من هذه الصورة. واضح جداً الجهد الكبير اللي معمول بهذا العمل، لكن للأشخاص اللي لسه ما شافوا الحلقة أحكي لنا أكثر عنها. والله هي حلقة يعني غريبة من نوعها في عالمنا العربي. السكريبت أول ما جاني لفتني الموضوع، والحلو أنه كان الثيم تبعه بشكل عام عشان ما نحرق الحلقة للناس اللي ما شافتها، بأنه هي بتعتمد على الثريلر وبيتكلم عن الشخصيات النرجسية بشكل عام، وكيف أن احنا ممكن نشوف أكثر من نوع من هذه الشخصية بس تكون يعني بمحاور مختلفة. يعني يكون مثلا عندك الشخصية النرجسية اللي زي ديما أو اللي زي أسيل، وكيف كل واحدة منهم ممكن تتناول الموضوع بشكل مختلف. وحلو كتير بالمسلسل إنه مشاعرنا تجاه الشخصيات بتتغير مع تغير الأحداث، ومنبلش نتعرف عليهم شوي شوي فبيضلوا عم بيشدنا. حكي لنا كيف كان الكاستينج واخترت الممثلات لأداء الشخصيات، خاصة إنه الجنسيات متنوعة. أنا دائماً بحب في الأعمال تكون إن إحنا عندنا الكاستينج يكون شخصياته مختلفة، بحكم إنه بحس إنه بيهمني إنه يكون جمهورنا العربي هو الأكبر متاح. فالكاستينج كان أول شيء يعني شفت دور كثير مركب اللي هو خاصة دور أسيل، فكان لازم أعتمد على يعني ممثل أو ممثلة قوية لهذا الدور. وعشان هيك أول ما راح تفكيري صراحة على يارا، بما أن هي زوجتي وأنا عارف ودائما مؤمن بإمكانياتها وقواتها كممثلة وكفنانة،
فكان عندي رهان انه هي ممكن تقدر تعطيني هذا الدور بشكل انا حابب نشتغل فيه بشكل مكثف مع بعض. بدنا نوجه لها تحية يا محمد، لأنه اللي بيحضر الحلقة بيشوف إنها عملت كتير جهد بالأداء، لأنه لجزء أكثر من 30 دقيقة لخمسة وثلاثين دقيقة هي عم بتمثل وتعبر بعيونها وبشكلها، لعملت أول حوار بالفيلم لوقت طويل، فإنها قدرت توصل الرسالة وقدرت تمثل بدون حوار، هذا من أصعب الأشياء اللي الممثلين لازم يعملوها. أيضاً يا محمد في رسالة كتير حلوة بتحملها الحلقة، وهي عن مخاطر التنمر والأقنعة اللي بيتخفى وراءها المشاهير أحياناً. خلينا نشوف هالمشهد ونرجع لك لنحكي أكثر. تفضلي. قررنا نحط لك حد، خلي كل العالم تعرف حقيقتك. صحيح. صحيح. أنا ما رح خليك توقفي قدام ملايين الناس تعملي حالك البنت المثالية، ملكة الصحة، الاستغلال النفسي. الجمهور اللي بتابعك بيستاهل يعرف الحقيقة، صح؟ رح أخرب لك حياتك اللي بنيتيها على أكاذيب. يعني مثل ما حكيت، الثيم الأساسي اللي هو الحديث عن التنمر ومخاطره، وأيضاً مثل ما حكيت الشخصيات النرجسية وكيف المشاهير بيخدعونا على السوشيال ميديا. حكينا أكثر عن هاي الرسائل بالفيلم. أحكي أكثر عنها، وقبل حضم صوتي لصوتك وحابب أشكر يارا من خلالكم ومن خلالك، لأنه عن جد أنا غلبتها كمان، لأنه أول حتى ما أعطيتها السكريبت هي يعني كانت متخوفة من الدور. زي ما قلتي الجزء الأول صامت تماما وكله بيعتمد على أداء تمثيلي، شخصية مركبة فيها تقلبات كثيرة، فهي جاوبت معي وتحملتني كثير، فمن جد يعني أنا بحب الشغل معها بشكل مو طبيعي، فحابب أشكرها من خلالكم. أكيد. بالنسبة للشخصيات الموجودة والرسائل الموجودة، هي أنا دائماً بحب في الأعمال بشكل عام، أو ذوقي الشخصي مش إنه صح أو غلط، إن أنا بحب دائماً أعتمد على الرسائل المبطنة اللي هي I don't spoon feed الجمهور والمتلقي. فإحنا عندنا رسائل التنمر كانت شيء جداً مهم زي ما تفضلتي وقلتي، وهذا ومن الواضح يعني أنت تفرجتي بعين مش متفرج عادي، بما أنك من مرة واحدة لاحظتي في تنمر كبير في جزء التعالي والتعامل مع الشخصيات، إنه قدام الكاميرا يكونوا شيء وورا الكاميرا يكونوا شيء مختلف تماماً. في كمان عندنا أهم شيء الأحاسيس الداخلية المبطنة، إنه الناس كلها أنت ممكن تكون بتوريك شيء قدامك، بس وراكي كيف ممكن تتعامل مع هذا الشيء. صح. ففي كان رسائل كثيرة، وكيف علاقة الأصحاب والغيرة بين البنات والصحبات وبعض، وكيف ممكن تأدي بهذا الشيء. طبعا كان في مبالغة بحكم أنه فيلم، بس طبعاً المبالغة مقصودة عشان نوري الناس أنه من جد النفوس خطيرة لو ما كانت صافية، لحتى توصل الرسالة أيضا بحاجة للمبالغة لأغراض درامية. سؤالي الأخير لك محمد، شو أصعب شيء بإنتاج هالحلقة وشو أجمل ذكرى؟ أجمل ذكرى البيبي، أنه كان ألف مبروك. صحيح. الله يبارك فيك ويخليك، يعني أكيد هذه هتكون أجمل ذكرى في حياتي، هتذكر في الفيلم أنه أنا صورت بكرة إن شاء الله لما يكبر هقول له أنت كنت معايا بطل في الفيلم. ألف مبروك. الله يبارك فيك ويخليك، هذه أكيد أجمل ذكرى بدون منازع. وإيش السؤال الثاني بعد؟ أصعب تحدي كان بإنتاج هالحلقة وإخراجها. أصعب تحدي أنه أنا كنت أحاول أعمل كل هذه التكنيكس الكتيرة، الوان شوت تكنيك اللي نعمل لمدة 10 دقائق، البولت تكنيك اللي هو لما شتنا وان شوت ورجعنا الفلاش باك والفلاش إن في السيم شوت، التصوير تحت المي، التكنيكس المستخدمة، كل هذا مع الحفاظ على أداء الممثلين، وفي نفس الوقت ما يبان شيء أنه فيك، يعني تعمل كل هذا الجهد الكبير بس لما يطلع الشاشة الناس ما تحس فيه.
فهذا كان هو الصعب الممتنع، انك تخلي كل شيء ماشي اون ذا تراك وتحافظي على ان يكون عندك تقنيه كثير عاليه وجرافيكس وشغل سي جي اي وشغل وان شوت تكنيكس، بس في نفس الوقت انك انت ما تبغي الناس يحسوا بهذا الكم من التعقيدات عشان يعيشوا مع الممثلين ومع القصه، لان هم اهم شيء في النهايه هي القصه بالممثلين. هالشيء بحاجه لاحترافيه كثير، وبدي ازيد على كلامك النص والحوار اللي كان مدروس جدا للشخصيات، كان الحوار كله كل جملة بمكانها، هاي من الشغلات اللي أنا حبيتها كتير بهالفيلم. شكراً كتير على وجودك معنا محمد، إن شاء الله بتستمتع أكثر بنجاح هاي الحلقة ومنستقبلك بأعمال ونجاحات مقبلة. مشاهدينا ما تنسوا كل سبت حلقة جديدة ومختلفة من خارج السيطرة، بس قبل ما تنزل الحلقة الجاي السبت الجاي بسرعة شوفوا حلقة سنة جديدة أنت جديدة اللي هي الحلقة الثالثة على شاهد VIP، ونرجع لكم هدى وهاني.